رأي وائل الأباني فيما يتعرض له الزمالك ورجم الأهلي بالباطل في كلام مهم له. يا جماعة يعني رغم الناس اللي بتقعد تتكلم على التحكيم وعلى ضربات الجزاء انتوا عارفين يا جماعة ان اخر 16 سنة الزمالك خد الدوري مرة واحدة؟ انت متخيل؟ الزمالك بقيمته بلعبته بامكانيات لعبته بمدربينه بكده دوري 2014 2015 وكان اخر دوري ما كنت موجود ان انت 2003 2004 صح كده؟ اه ها؟ انت اخر 16 سنه الزمالك خد الدوري مره واحده وطبعا كده هو بيتجامل من التحكيم وكده التحكيم بيخاف منه وبيقلق منه وهو ننوس عين اتحاد الكوره نادي الزمالك لانه خد الدوري اخر 16 سنه اخر 21 لا اخر 16 سنه ما تدخلنيش في القصه دي مره واحده ليه كده انت السبب انت السبب ان انت اخر 16 سنه خدت الدوري مره واحده احنا السبب اه ليه بقى كده معلش يعني الزمالك انا من وجهه نظري عيب في حق الزمالك بامكانياته بتاريخه طيب 16 سنه طيب ياخد الدوري مره واحده يبقى احنا السبب و15 سنه لا 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 15 والاهلي واخدها 15 مره لا مش 15 ما في وقف وبتاع مش عارف هتلاقيها 13 مثلا او اي كده معلش يعني احنا برضو لو انت هتحسب ان في اخطاء وبتاع بس احنا برضو معلش اصل منطق الكابتن خالد بيتحدث وكان الدوري دي منحه بتتوزع فازاي يدوها النادي الاهلي 16 مره ويدوها للزمالك مره واحده طب ما في انديه ما خدتهاش ولا مره يعني طب اشمعنى يعني فين هم دورهم فين أيوة. يعني ايه المنطق في ان انا اقول تخيل ان في خلال ستة فرد عليه ببساطه جدا جدا الكابتن وائل قال له احنا السبب انت السبب لانك مش بتبحث عن استقرار اداري وطريق انت بتفكر باستمرار انك على المظلوميه وحجتك معاك في وقت في ناس ثانيه بتشتغل ايوه الكلام ده يختلف عن اللي قاله الكابتن حماده لا هو